تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به عنها الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوتي في الله، لازلنا نعيش في رحاب سورة الحجرات، وقد تكلمنا في لقائنا الماضي عن أخوة المسلمين وعن أهمية إصلاح ذات البين. واليوم بإذن الله نتعلم أن الإيمان ليس مجرد كلام، وأن الأخوة ليست مجرد كلام، وأن الإيمان إذا وقر حقا في القلب صدقه العمل. تأخذنا السورة الكريمة في الآيتين التاليتين إلى مستوى أخلاقي عال ينبغي على كل من يدعي أنه يؤمن بالله واليوم الآخر ويوقن بأنه سيقف حقا بين يدي الله جل وعلا، ينبغي أن يبتعد عن هذه الأخلاق الذميمة والصفات الكريهة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ينادي الله جل وعلا بوصف الإيمان كل من شرف بالإيمان، وكل من يدعي أنه يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا، يا من تؤمنون بالله حقا، لا ينبغي عليكم أن تتصفوا بهذه الصفات. فلا يسخر قوم من قوم، فلا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وإياكم وأن تلمزوا أنفسكم وتتتبعوا عيوب بعضكم البعض، وإياكم أن تدعوا بعضكم بعضا بما يكره من الألقاب، فإن ذلك مما يبغضه الله جل وعلا. وإن كنتم تؤمنون بالله حقا فاجتنبوا كثيرا من الظن، ولا تتجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذه هي الخصال الست التي يعلمنا الله جل وعلا أن نجتنبها إن كنا صادقين في إيماننا. واليوم بإذن الله نتكلم عن الخصلة الأولى، وهي السخرية والاستهزاء بالآخرين. الله جل وعلا يقول:
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. على قلة هذه الكلمات إلا أنها حوت من الدروس والعظات والعبر الشيء الكثير. فسبحان الله، المتأمل لهذه الآيات يرى أن ما حملته من معان ودروس لا يمكن أن يستطيع إنسان بقدرته الطبيعية على التعبير أن يضع كل هذه المعاني في هذا القدر القليل من الكلمات. ففي الآية إشارة إلى أن السخرية تكون من قوم ضد قوم آخرين. كان من الممكن أن يقول الله جل وعلا لا يسخر أحد من أحد بالإفراد، ولكن الله جل وعلا نهى بصيغة الجمع لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وفي استعمال الله جل وعلا لصيغة الجمع دلالات وإشارات عظيمة جدا، منها أولا أن هذه الخصلة الذميمة وهي السخرية والاستهزاء والانتقاص من شأن الآخرين أكثر ما تكون بين الجماعة. يعني الإنسان إذا كان منفردا لا يميل إلى السخرية والانتقاص، ولكنه إذا كان وسط أناس آخرين فإنه يفعل ذلك حتى يضع ذلك الذي يسخر منه في منزلة دنيا ويرفع نفسه فوقه. وفي هذا إشارة إلى خطورة أصدقاء السوء. كلنا لدينا ذلك الصديق الذي عندما تكون في حضرته لا تستطيع أن تكبح زمام نفسك ولا تستطيع أن تتوقف عن السخرية من شخص ما. تريد أن تبدو أمامه بهيئة المضحك، بهيئة الساخر، بهيئة الذي يستطيع أن يستخرج المفارقات، فتقع في ذلك الذنب. الآية تحذرنا ضمناً من أن نكون ضمن هؤلاء الذين يدفعوننا إلى التخلق بذلك الخلق الذميم الذي يستوجب العقوبة من الله جل وعلا. كذلك لا يسخر قوم، النهي بصيغة الجمع فيه إشارة إلى أن الساخرة وإن كان واحداً لكن كل من حضر ذلك الإثم وسكت عنه شريك في إثم السخرية. لا يسخر قوم من قوم، نحن جماعة من الأصدقاء وأنا أسخر من هذا الشخص وأصدقائي يضحكون، أو على الأقل هم ساكتون لا يتكلمون، يشاركونني في الإثم تماماً لأن الساكت عن الحق شريك في الإثم. الله جل وعلا يحذر: إن كنتم مؤمنين حقا فإن إيمانكم يحتم عليكم أن توقفوا المعتدي وأن توقفوا الظالم وأن تأخذوا على يديه وأن تنتصروا للمظلومين، وإن سكتتم فأنتم شركاء في الإثم. كذلك من الإشارات الجميلة التي نفهمها من استعمال الله جل وعلا لصيغة الجمع لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء أنك وإن كنت تسخر في ظاهر الأمر من شخص واحد لقصر قيمته أو لزيادة وزنه أو للون بشرته فإنك في الحقيقة لا تسخر من شخص واحد، وإنما تسخر من كل من يمتلك تلك الصفة. لأنك لو لم تكن تظن أن تلك الصفة صفة تستحق الاستهزاء وتستحق السخرية لما سخرت منها، فبسخريتك من هذا الشخص بسبب تلك الصفة أنت في الحقيقة تسخر من كل من يتصف بهذه الصفة. ولهذا قال الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم، مع أن غالب الأمر يكون أن السخرية تكون موجهة تجاه شخص بعينه. ناهيك عما في ظاهر استعمال الجمع من فائدة عظيمة من الإشارة إلى مرض جسيم، وهو مرض سخرية المجتمعات من مجتمعات أخرى. السخرية المبنية على عرق أو على بلد أو على طائفة معينة
المصريون هؤلاء كلهم يفعلون كذا، الفلسطينيون، الهنود، الباكستانيون وما إلى ذلك. هذه سخرية جماعية. الله جل وعلا يمكننا أن نفهم كذلك من هذا النص ومن استعمال الجمع أنها شيء مقيت مكروه من الله جل وعلا، لا ينبغي أن يتصف به من يتصف بالإيمان. فكلما تحقق الإيمان في قلبك ابتعدت عن هذه الأخلاق، وكلما اتصفت بهذه الأخلاق بعضها أو كلها كان في ذلك إشارة شديدة في الوضوح على أن في إيمانك خلل، ضعف في إيمانك أو حتى انعدام إيمان. الأمر ضرورة حتمية. إن كنت تؤمن بالله جل وعلا حقا وتمكن الإيمان من قلبك لن تتصف بهذه الصفات، وإن كنت متصفا بهذه الصفات فراجع إيمانك، فراجع إيمانك، ففي إيمانك ضعف أو خلل. الله جل وعلا ينبهنا ألا نقع في إثم السخرية عموما، ولكنه خص النساء خصوصا. الله جل وعلا يقول لا يسخر قوم من قوم، ثم أعاد ذكر النساء ولا نساء من نساء. العلماء يقولون أن قوم خاصة بالرجال والنساء لنساء، فليس هناك إعادة، ولكن من الممكن أن يقال أن النهي عن السخرية ينطبق على النساء في قول الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم، لأنهن داخلات في النهي عن طريق العموم، فلماذا الإعادة؟ النساء بطبيعة الخلقة عندهن مقدرة أعلى بكثير من الرجال على ملاحظة التفاصيل، وعندهن اهتمام أكثر بالظاهر، وهذا ليس عيبا، هذه طبيعة فطر الله جل وعلا المرأة عليها. المرأة تستطيع أن ترى من التفاصيل ما لا يستطيع الرجل أن يراه أبدا، وتستطيع وعندها كذلك اهتمام بالمظهر أكثر من اهتمام الرجل بالمظهر، ولذلك فإنه من المتوقع أن تكون عندها مادة أكبر للسخرية. فأعاد الله جل وعلا النهي تأكيدا وتحذيرا، لأن الأمر عند المرأة أصعب فيحتاج إلى مزيد تأكيد وبيان، وإن كان يشترك في الوقوع في هذا الإثم الرجال والنساء، ولكننا عرفنا لماذا أعاد الله جل وعلا النهي مرة أخرى مخصوصا بنهي النساء. وهذا حقيقة، وما ذكرته الآن حقيقة واقعة مشاهدة، فيعني لا أريد أن أذكر أمثلة، ولكن سخرية بعض النساء من المظهر الخارجي لامرأة أخرى أو من وزنها أو من شكلها أو من أي شيء يتعلق بالمظهر الخارجي هو أكثر في الحقيقة من سخرية بعض الرجال من بعضهم من البعض الآخر بناء على المظهر. ولذلك حذر الله جل وعلا النساء مرتين، مرة ضمنا ومرة تحديدا. كأن الله جل وعلا يعلم، وهو حقا يعلم، أن من يقوم بهذا الفعل في نفسه خلل، في قلبه مرض، فإنه حين يفعل ذلك هو يفعله فعلا لأنه يظن أنه أفضل من الآخرين، أنا خير منه كما قال الشيطان، فلأنه يظن أنه أفضل وخير من ذلك الذي يسخر منه فهو يسخر منه، ينتقص من شأنه ويقلل من قدره حتى يحس برفعة مكانته. قال الله جل وعلا عسى أن يكون خيرا منه، أعطانا وسيلة ناجعة عملية فعالة حتى نستطيع أن نتخلص من ذلك المرض، بأن تفكر دوما بأن في كل حالة سخرية واستهزاء تقوم بها هناك احتمال لا بأس به قائم أن يكون الذي تسخر منه هو خير منك. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ولكن في الآية ما هو أعمق من ذلك، الله جل وعلا يريد أن ينبهنا إلى أن الخيرية والأفضلية لا يمكننا أن نتوصل إليها بالأدوات التي لدينا،
لأن كل ما نستطيعه هو أن نحكم على الظواهر. ومتى كانت الظواهر دليلاً كافياً على أفضلية إنسان على آخر؟ أبداً لا يظن ذلك إلا من في قلبه مرض أو لا يفهم الدنيا كما هي. ليست الظواهر دليلاً على أفضلية ولا على خيرية، وهذا هو ما يريد الله جل وعلا أن يعلمنا إياه. الذي تسخر منه ربما يكون أفضل منك، لكن ماذا يا ربي لو كنت أنا أفضل منه؟ لا تستطيع أن تدرك أنك أفضل أو أنك خير منه، لأن الأفضلية والخيرية بيد الله. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا تستطيع أن تدرك. وبناء على ذلك فإنك ينبغي عليك أن تبتعد عن الحكم على الناس بناء على ظواهرهم. لا يمكنك أن تفعل ذلك. وهذا بالضبط ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمنا إياه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يعلم أصحابه ذلك، لأن ذلك المرض أو ذلك الخلق الذميم موجود في داخل كل إنسان منا، ولولا أن يهذب بالشرع فلن يهذب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه، فمر بهم رجل، فالتفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أحد أصحابه وقال: ما رأيك في هذا؟ فقال الصحابي: يا رسول الله، هذا من أشرف الناس، والله إنه لحري إن خطب أن ينكح، يعني لو تقدم للزواج أن يوافق عليه، وإن شفع أن يشفع. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجب. ثم بعد قليل مر رجل آخر، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي بجانبه: وما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، حري إن خطب أن لا ينكح، يعني إن تقدم لخطبة امرأة لا يوافق عليه أحد، وإن شفع أن لا يشفع، وإن قال أن لا يسمع إلى قوله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هذا، يعني هذا الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. سبحان الله، يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه درسا عظيما، أنه لا قيمة للظواهر. وهذا الشيء الذي تفتخر به من شكل، جمال، من مال، من مظهر، كل ذلك لا دخل لك فيه. الله جل وعلا هو الذي امتن عليك به، والله جل وعلا هو الذي حرم غيرك. فما هو الموقف السليم الذي ينبغي عليك أن تتخذه حيال هذه النعم؟ أن تشكر الله جل وعلا، وأن تعين المحتاج، وأن تساعد المضطر، لا أن تتكبر على خلق الله جل وعلا وتسخر ممن هم دونك. وفي حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر، ارفع رأسك فانظر أرفع رجل تراه في المسجد، يعني أرفع الناس مكانة بعينك تراه في المسجد. فرفع أبو ذر رأسه ونظر، فإذا برجل جالس عليه حلة، حلة يعني لباس غال أو جميل. فقال: هذا يا رسول الله، هذا أرفع من في المسجد منزلة ومكانة. ثم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ارفع رأسك فانظر أوضع رجل في المسجد، يعني أقل رجل في المسجد مكانة. فرفع أبو ذر رأسه فرأى رجلا عليه ثياب رثة وهو فقير، فقال: هذا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهذا، يعني هذا الفقير، أفضل عند الله من قراب الأرض من مثل هذا، يعني الأرض كلها مملوءة من مثل هذا، لا يساوي عند الله هذا الشخص منفردا. وليس في ذلك دعوة من الإسلام للناس أن يكونوا رث الثياب أو أن يكونوا فقراء، لا، الأمر مختلف تماما. الأمر هو تعليم لنا وللبشرية جميعا أنه لا ينبغي عليك أن تحكم على الناس من خلال الظواهر، لأن الظواهر تخدعك. المجتمعات التي تحكم على الناس بالظواهر وتقسم الناس فئات بناء على مظهرهم فترفع هذا وتخفض هذا، هي مجتمعات قاسية بعيدة عن، ولا عجب، فإنها بعيدة عن منهج الله جل وعلا. وهذه المجتمعات، هذا النظام لا ينتج إلا أشخاصاً مريضين بذات المرض، يضعون المظاهر أولاً،
هم غير قادرين على النفاذ إلى المحتوى الإنساني لكل إنسان. ربما يكون ذلك الشخص الذي سخرت منه ولم تعطي نفسك حتى الفرصة لتتعرف عليه هو إضافة حقيقية في حياتك، لربما هو الذي يغير حياتك إلى الأفضل، وربما هو الذي يأخذ بيديك إلى الله جل وعلا. وبسبب هذا النظام فإن هذه المجتمعات جميعاً تعاني من أمراض العنصرية، وتعاني من مرض منتشر في المدارس وهو التنمر. هو في الحقيقة مبني على ذلك، أنت تسخر من شخص لأنه نحيف، لأنه سمين، لأنه قصير، لأنه طويل وما إلى ذلك، وتدع عن نفسك أن تبحث عن حقيقة إنسانية هؤلاء الناس. فأسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يرزقنا التخلق بإخلاق الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. ثم أما بعد، dear brothers and sisters, الله جل وعلا is teaching us great lessons that we can learn from these great two ayat. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. In these two ayat, الله جل وعلا is teaching us that if you truly believe, you claim you believe. If you truly believe, you cannot do that. You don't ridicule one another. You don't defame one another. You don't call each other by offensive nicknames. And you should avoid a lot of suspicions and making assumptions. And you can't spy on one another. And finally, you don't backbite one another. Today, inshallah, we are talking about the first one, that if you truly believe in Allah, if you truly believe that you are going to stand before Allah Jalla Ala in the day of judgment, and He's going to ask you about everything you have done, you can't ridicule one another. This is very bad behavior, that if you have, you should really question your belief in Allah Jalla Ala. Because if you truly believe in Allah Jalla Wa'ala, you cannot behave like this. And if you behave like this, it's a huge sign that you have problem in your belief. That you don't really believe in Allah Jalla Wa'ala. Then you don't really believe in the Day of Judgment. So, you have to work on this. Allah Jalla Wa'ala says, all you who believe, do not let some men ridicule others. They may be better than them. And do not let some women ridicule other women. So, because they might be better than them. And this ayah, although it's very short, it has great lessons that we have all to learn and to apply in our life. First, if you notice that Allah Jalla wa'ala didn't say, do not ridicule one another, don't make fun of one another. Allah Jalla wa'ala used the plural form, do not let men ridicule other men, nor you let women ridicule other women, plural. Why? Allah Jalla wa'ala give us indications that this bad behavior usually happens in groups. When you are with your friends, you just cannot help yourself. You want to make fun of other people to make your friends laugh, or to make yourself feel good about yourself. So you shouldn't do this. And if you have a friend like this, that friend that you cannot stop yourself from being bad and bullying others, you should cut your relationship with this friend, or you should make repentance to Allah Jalla wa'ala and give advice to your friend. Please come forward, please, and so you make space for your brothers. And another indication of Allah Jalla wa'ala using the plural form, that
usually the one who makes fun of others, he's just one. But those who is silent, who are silent, they let him ridicule other. They didn't talk. They didn't stop him from being bully. They will be responsible and they will take the same amount of sayyat as the one who make fun of himself. You can't. You as Muslim, you as believer in Allah Jalla wa Ala, you should stand for the rights of you should stand for the rights of the weak people. If someone cannot defend himself, you cannot just stand and see this guy or this woman getting abused. You should stand for it. You should do something about it if you are truly believe in Allah Jalla wa Ala, let alone standing with the oppressor. Another great lesson that we can learn from Allah Jalla wa Ala using the plural form, that if it looks like that you are making fun of only one person, but you're not. For example, if you make fun of someone because he's short or fat or tall or whatever, you don't just ridicule this person. You ridicule everybody with the same characteristic. So Allah Jalla Ala, when Allah Jalla Ala says, لا يسخر قوم من قوم, make it plural, now we can understand it. And the obvious meaning of the usage of plural form, that you cannot as group of people or as country to ridicule other countries, as culture to ridicule other cultures. For example, you cannot make fun of Egyptian, Palestinian. This is just example. You cannot make fun of anyone. You can say, oh, all these Canadians, they do so and so. These Pakistanians, they do so and so. These Egyptians, they do it always like this. You cannot do this if you truly believe in Allah Jalla wa Ala. And Allah Jalla wa Ala give us the problem that caused the one who make fun of others to be this way. Because he is judging people by their appearance. You can't. Actually, it's a very silly thing to do, to judge people by their appearance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam taught us that you, as Muslim, you cannot do this. Rasulullah said, Allah Jalla wa Ala doesn't look to your figures, doesn't look to your attire, but looks, Allah Jalla wa Ala looks at your hearts and your accomplishments. And the great story, once Sahabi Jalil Abdullah ibn Mas'ud, great companion of Rasulullah sallam, climbed a tree to just bring something from up there while Sahaba is sitting down with Rasulullah sallam. And so they started laughing at the tininess of the legs of Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. And Rasulullah sallam was extremely angry. Why are you laughing? They said, Rasulullah, don't you say his leg is very tiny, it's very small, it's very cute. Rasulullah sallam told them, his legs is heavier in the scale of Allah Jalla wa Ala than the mountain of Uhud. You don't judge things by the appearance. And once one of Sahabat Rasulullah sallam, he was very good Sahabi, but he has problem with drinking. He is alcoholic. So every time he brought to be punished before Rasulullah sallam, and one of the companions say, he cursed him. What is every 2 days or 3 days he's here, and he cursed him. Rasulullah told him, you cannot curse him because he loves Allah and his Prophet. Yes, he has problem. Yes, he has issue. But everybody of us has issue. You don't curse him. You don't judge him by the appearance. And the last story that I'm going to tell you, to show you that in Islam, you cannot judge people by their appearance. That Rasulullah once was sitting with his companions, one of a man passed beside them. So Rasulullah asked the man beside him, what's your opinion about this man? And he started saying, Ya Rasulullah, oh, this is one of the noblest men ever.
if he's to propose to any girl, he should be accepted. And if he gave any recommendation, it should be taken in consideration. And if he said anything, people should listen to him. He didn't even know him. He just looks very nice, very rich, very sophisticated. So Rasulullah remained silent. And after a while, another man passed, and Rasulullah asked the same person in front of his other companions, what's your opinion about this man? And he said, oh Rasulullah, he's just poor man, poor Muslim man. If he's to propose to any girl, most likely he's going to be refused. He's not proper for any girl. And if he gives any recommendation or any opinion, no one will listen to him. Rasulullah swear by God that this man, this poor man, is much better in the sight of Allah Jalla wa Ala than an earthfall of the first man. Just to give you a hint, how should you deal with people if you are Muslim? You don't judge people. You don't stereotype people. You don't stereotype people. And you don't think that someone is better than others. You don't, especially you don't think that yourself, you are better than others because you have more money or you are more beautiful or handsome or anything. And inshallah, next khutbah, inshallah, we'll continue with the other behaviors. May Allah Jalla wa Ala give us guidance to be the best Muslims ever. ادعوا الله وانتم مقلنا بالاجابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت على الحق اقدامنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين اللهم انا نسالك ان تبلغنا رمضان وان ترزقنا فيه الصيام والقيام ونحن غير فاقدين ولا مفقودين وان تتقبله منا يا رب العالمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.